نازك حبيبتي وينك يا نازك؟ اشتقنا لأسئلتك حبيبة قلبي. I love you. طيب نازك تقول كيف نفرق اليأس عن نهاية القصة وما الفرق بين اليأس والطريق الخاطئ؟ الطريق الخطأ يدعو إلى اليأس. يعني إذا أنا ماشي بطريق واكتشفت أنه ما وصلني، أنا كنت أروح الرياض ورحت الجدة، بالتالي قد يكون عندي يأس لأنه أنا ما وصلت للرياض. فهذا الطريق الخطأ راح يوصلني لليأس. لذلك مرات الأشخاص ما يفهمون أن الموضوع ترى موضوع طريق، موضوع بس أنت مسكت الطريق الغلط. لا تعلق في القصة، لا تعلق في القصة، لا تعلق، ترى هو بس الطريق غلط، بس ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر من ذلك. أنت رحت المفرق الغلط وتكركبت كل الدنيا، ليس أكثر من ذلك. كان عندك اختبار قبول، كان عندك اختبار مرونة، كان عندك اختبار. فأحد الأسباب اللي تدعو الأشخاص إلى أنهم يأسون أنهم في الطريق الغلط أو الطريق الغلط يوصلهم إلى هذا الشعور. وكيف نفرق اليأس عن نهاية القصة؟ شوفي، نهاية القصة بعض الأشخاص يختارون نهاية القصة وبعض الأشخاص ينتبهون إلى الرسالة، رسائل النهايات، أنه في رسالة، فبالتالي هذه الرسالة تقول لك قفل الموضوع. خلنا نقول أنه أنا ماشي في هدف، أنا ماشي في طريق، جتني رسالة أنه أنا قفل الموضوع. فلما جتني هذه الرسالة يأست مثلا أو زعلت، يعني صعب الرسالة توصلك حالة يأس وأنت في الطريق والطريق ماشي مفتوح، صعب. بس قل تأثرت، شعرت مثلا، شعرت اليوم في حالة يأس، مو مرحلة يأس، حالة يأس، فممكن أيضا أنه نهاية القصة تشعرك بهذا الشعور. وتكلمنا حنا في هذا الموضوع قبل كم يوم، أنه نهاية القصة تحتاج إلى حكمة حتى ترى الزاوية الجميلة والفوائد والشعور الإيجابي والتطور، التطور اللي راح يحصل من نهاية القصة. فهذه أيضا تدعو لليأس عند بعض الأشخاص لما يكون هو غالب مشاعر سلبية، فبالتالي يختار اليأس، يختار أنه نهاية القصة تعني اليأس، بينما النهاية دائما تعني بداية جديدة، دائما كل نهاية تعني بداية جديدة. ما في طاقة راح تكون خالية، ما في طاقة. لما شيء يطلع في شيء يدخل، لما شيء يفقد في شيء يكتسب، فما في ابدا شيء مفقود، ما في احنا نسميها نهايه بس هي بدايه. فهي تحتاج الى فقط طريقه تفكير، حكمه، انه الواحد يقعد في زاويه ويفهم هذه النهايه. ذلك الطريق الخطا ونهايه القصه نعم قد تجر الى الياس. طيب يا جماعه اذكركم، اللي ما حط النيه معانا يحط النيه، شعور جميل، يعني الترددات عالية. اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم. راح نناقش الفيلم إن شاء الله منتصف الشهر. كل البيانات هذه موجودة في حسابي على تويتر، اكتب على جوجل سمية ناصر تويتر تطلع لك كل البيانات. اللي ما طبع الورقة يطبع الورقة، موجودة على الموقع سمية369.net. الورقة مجانية، تروح للمواد المجانية اشتراك فوري وتطبعها، أو إذا ما عندك طابعة ارسمها واكتب التفاصيل عشان تدخل معانا. واكتب إذا ما كنت كتبت، اكتب الأهداف اليوم، وبكرة إن شاء الله راح نكمل نناقش فيها. عندنا 8 مواد موجودة على الموقع سمية369.net. عندنا اليأس، عندنا حماية الذات، عندنا أعرف نفسي، وعندنا الفيل الأبيض لمعرفة الكارما أو العقدة اللي أنت جاي تحلها في هذه الحياة. عندنا رسائل النهايات، نهاية القصة، كارما النوايا، وعندنا قفزة 2023 اللي راح يكون فيها تأمل نهاية السنة. أصدقائي في العراق لا تنسون تصورون لي معرض الكتاب، ولا تنسون تشوفون برنامج مع سمية على سناب شات. أعتقد أمس أو قبل أمس كان في حلقة جديدة، فشوفوها وقولوا لنا رأيكم. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.